بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد مع حلم الإنجاب. حلقتنا النهاردة هنتكلم كلام مختصر عن الحقن المجهري أو فيلم الحقن المجهري. هنمثل الحقن المجهري في فيلم. الفيلم ده أي فيلم عبارة عن في ناس بيأدوا في أدوار. نجاح الفيلم متوقف على نجاح أدوار الناس الموجودة فيه. برضو نفس القصة بالنسبة للحقن المجهري، في أشخاص بيؤدوا أدوار فيه. كل ما تكون الأدوار جيدة بتؤدى بشكل جيد، كل ما تكون النتائج جيدة، كل ما يكون نتائجنا أحسن، يعني عندنا نسبة حمل أحسن، فده بالتالي متوقف على أدوار الناس الموجودة. الناس الموجودة هم بيمثلوا الأب، بيمثلوا الأم، بيمثلوا الدكتور. الدكتور بيلعب دور المايسترو هنا، هو دور أساسي، ولكن ما بننساش دور الأب والأم. كل واحد منهم عليه عبء، لو نفذ الجزء المطلوب منه بشكل جيد هيبقى يحسن لي نسبة نجاح الحقن المجهري أو يحسن نسبة الحمل عموما. فبالتالي دوت بنهمس في أذن كل أب وكل أم، نبدأ إن احنا نتحرى الدقة في تنفيذ التعليمات، نبدأ إن احنا نراجع أمورنا قبل ما نخش دورة الحقن المجهري في بعض التعليمات العامة اللي هي بتحسن الأداء عموما، وبالتالي بتحسن نسبة نجاح الحقن المجهري. بنقول لكل أب مدخن رجاء إن هو يمتنع عن التدخين قبل ما يخش في قصة الحقن المجهري. يعني إن السيجارة فيها حوالي تقريبا 200 مادة سامة قادرة إنها تبدأ تأثر على تكوين حيوي منوي، قادرة إن هو يبقى حيوي منوي حتى لو الشكل العام بتاعه جيد، ولكن أداؤه هيبقى ضعيف. هناخد اتصال وارجع لحضراتكم. محمود معايا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا محمود. سمعت يا دكتور، انا عندي اختي عندها 28 سنه مش متزوجه. اي محمود. بتشتكي من تكيساتها على الموبايل، بس هي وزنها 107 كيلو. اي محمود. فكنا تابعنا مع دكتور الجيم وكده، فقال لنا امشي مع دكتور السمنه. امشي مع دكتور نسا. فروحنا له كده، فكتب لها ادويه درنال او اسم دواء كده يا دكتور. ايوه ايوه. فدكتور الرجيم قال لا ما ينفعش تاخده كده لانه بيزود الوزن. فانا صراحه مش عارفين نمشي انهي طريق صح، يعني موضوع تكيس الموبايل ده له عمليه وكده ولا علاج دوائي فقط؟ حاضر يا محمود. حاضر. طيب اخت محمود هي 28، اخت محمود هي 28 سنه، وزنها 107 كيلو. هنقف عند الوزن. نفس القصه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان بالنسبه مع الحقن المجهري والزوجه اللي هتخش حقن مجهري هتراجع وزنها. برضو اخت محمود هنقول لها برجاء مراجعه الوزن الاول. مع الوزن الزايد وارد قوي يبقى نسبه تكيس المبيض نسبه عاليه، وارد قوي ان احنا نلاقي اعراض مشابهه، اعراض مصاحبه لتكيس المبايض، منها الشعر الزائد في الجسم، منها عدم انتظام دوره، منها تأخر الحمل مع الجواز، منها نسبة إيجاب أعلى نسبيا من العادي. دي كلها خاصة بجزئية النساء والولادة. طبيب النساء مسؤول عنها، طبيب النساء مسؤول عن تنظيم دورة، عن يقلل نسبة الأندروجين أو نسبة هرمون الذكورة اللي مصاحبة لتكيس المبيض عن طريق العلاج المناسب ليها. ولكن مش هيبقى مسؤول عن زيادة الوزن، زيادة الوزن هيبقى دكتور السمنه هو المسؤول عن القصه دي. هيبدا في اكتر من جزئيه، يا اما هيبدا يزود المجهود بالنسبه للسيده، يا اما هيقلل دخل عن طريق الدايت، يقلل الكم الاكل اللي هي بتاكله، او يحدد لها سعرات معينه ونوعيات معينه من الاكل، وكل نوعيه ليها سعر حراري معين، بيبدا ان هو يحسبها لها محتاجه كام سعر في اليوم بحيث ما تاخدش سعرات زياده، وتبدا ده يرمي مع الوزن بتاعها. اذا الوزن الزايد هي جزئيه مشتركه بين طبيب السمنه او العلاج الطبيعي، وفي نفس الوقت دكتور النساء. دكتور النساء هياخد الجزئيه الخاصه بيه اللي هو الجزء الطبي اللي هو خاص بالاعراض المصاحبه لتكيس المبيض، زي قلنا الشعر الزائد وعدم نظام دوره وحدوث اجهاض نسبته اعلى نسبيا من غيره. العلاج هنا ممكن في علاج دوائي، بعض الادويه اللي احنا ممكن نستعملها، وممكن او يتطور العلاج حتى تدخل بمنظار، ولكن ما بفضلش طبعا في وجود بنت او حاجه ان احنا نلجا لقصه المنظار، لانها مش هتبقى القصه مهمه قوي بالنسبه لنا.
تقييس تشخيص تكيس المبيض عن طريق تحليل دم هرمونات ال FSH وال LH ليهم نسب معينه دي بتختلف مع التكيس المبيض عن طريق السونار. طبعا مع البنت بنعمل سونار على البطن فقط، برضو بالسونار في صوره مميزه بالنسبه للمبيض المتكيس، بيبقى جداره الخارجي سميك نسبيا، وفي نفس الوقت البويضات مترصه على السطح الخارجي ليه بشكل السلحه كده زي السلحه بالظبط كده. عدم انتظام دوره وعدم انتظام تبويض. ده بالنسبه في بعض الادويه اللي بتتاخد ما فيش علاقه بينها وبين زياده الوزن، انما الدواء اللي بيتاخد بيبدا ان هو بس ينظم لي دوره، بيقلل نسبه الاندروجين ويحسن الخصوبه. هاخد اتصال تاني معايا ام محمد. الو. اي فندم. محمد اتفضلي. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، كنت عايز اسال عن موضوع الالتصاقات، هل هو يعني بيمنع الحمل ولا لا؟ محمد التصاقات ايه بالظبط يا ماما؟ التصاقات ايه يا ستي؟ التصاقات في الحوض. طيب حاضر. وانا كنت عامله اشعه الصبغه، فعايز اعرف يعني ايه حضرتك كانت سالكه، فعايز حضرتك اعرف حضرتك كام سنه؟ كام سنه يا ام محمد؟ يحصل منه حمل ولا لا؟ انت كام سنه يا ام محمد؟ كام سنه؟ كان سنه 22. بالك قد ايه متجوزه؟ متجوزه بقالي سنه ونص. حصل حمل معاكي قبل كده؟ حصل حمل في اول 3 شهور وبعد كده الجنين نزل. طيب حاضر، عايز تقولي حاجه ثانيه؟ طيب ام محمد بس بتقول ان في التصاقات، ما اعرفش عرفت منين. عموما مبدئيا اي تدخل جراحي او اي فتح بطن وارد يحصل ورا منه التصاقات. كل ما يكون التدخل الجراحي محدود، كل ما يكون الفتحة مناسبة، كل ما يكون وقت العملية قليل، كل ما يكون مفيش دم زايد أثناء العملية، كل ما واحنا خارجين من العملية عموما حصل تنشيف جيد لأي دم، مفيش أي بواقي موجودة، كل ما هيكون كل ما يكون التاتش بتاع الجراح مع الأنسجة أكثر هدوء أو أكثر جنتلة، كل ما تبقى المخلفات اللي هي موجودة زي التصاقات وغيرها تبدا تقل الى حد ما. ام محمد هي عملت بقى لها سنه ونص متجوزه، حصل اجهاض معاها مره واحده في 3 شهور. هي بتقول في التصاقات، طبعا الكلمه دي هتسمعها من حد من الاطباء. هي عملت اشعه بالصبغه، ممكن بعد الاشعه بالصبغه لما اخد اشعه بالصبغه اشك ان قد يكون في التصاقات. ليه؟ احنا بالاشعه بالصبغه هو عباره ان احنا بتتعمل توقيتها بعد انتهاء الدوره بيوم او اتنين، بنبدا نحقن صبغه داخل تجويف الرحم، هو عباره عن كشف نسا بسيط، ونحقن صبغه داخل تجويف الرحم، وعن طريق الحقن ده بتاكد ان الرحم ده اللي هو الكوميترايه المجوفه متصل بيه انبوبتين. المقصود من الاشعه بالصبغه ان انا اطمن على تجويف الرحم ما فيهوش مشاكل، واطمن على الانبوبتين ان هما سالكين يمين وشمال. ده الجزئيه اللي احنا بنهتم بيها، تجويف الرحم والانبوبتين. ما بعد كده بالنسبه بعد ما الصبغه تطلع من الانبوبتين بتبدا تملى تجويف الرحم. الملايين دوت لو كان الملايين ده متجانس، انتشار الصبغه متجانس، معنى كده بيشير لعدم وجود التصاقات. كل ما يكون الملو الصبغه بعد الانابيب ومتجمعه في اجزاء معينه، معنى كده ان في اجزاء ما خدتش الصبغه دي، اذا هي ملتصقه، في اجزاء ثانيه مفرغه خدت صبغه اكتر او خدت كميه صبغه اكتر، اذا يعني عدم تجانس توزيع الصبغه معناه وجود التصاقات في الحوض. ده بالنسبه لي اشاره ان في عندي التصاقات، بياكد الكلام وجود تدخل جراحي سابق. طب هنعمل ايه؟ لما لو لقيت ان في الانابيب سالكه انبوبه او انبوبتين سالكين وفي التصاقات حتى، بنبدا ان احنا ندي فرصه بين 3 شهور 6 شهور ونشوف الدنيا اخبارها ايه. لو التبويض كويس، الزوج كويس، بنبدا ندي فرصه للزوجه، موارد يحصل حمل في اي وقت. لو اتاخرنا عن 3 شهور 6 شهور بندي رينج تقريبا كده توقيتات معينه عشان ما يتوهش الوقت مننا، بنبدا ان احنا نتدخل بما يسمى بالمنظار، منظار البطن التشخيصي او منظار بطن جراحي لو احتاجنا في نفس التوقيت. منظار بطن تشخيصي زي ما احنا قلنا بنخش عن طريق السره ونبدا نستكشف الاجزاء الداخليه للحوض ونشوف اخبارنا ايه تاني. برضه بنحقن ماده صبغيه ونبدا نبص على الانابيب اذا كانت سالكه بشكل جيد او لا، ونبص على التجويف الحوض نفسه اذا كان في التصاقات. التصاقات اللي بتهمني في تعوق الحمل ان يكون المبيض مساره بعيد او مكانه بعيد عن مكان الانبوبه،
يعني البيبت في ناحيه والانبوبه في ناحيه ثانيه. الوضع العادي ان الانبوبه طالع منها شراشيب بتبدا تظلل على المبيض بحيث تبدا تلقط منه البويضه بشكل سهل. المقصود بالتدخل بالمنظار الجراحي في حاله الالتصاقات ان انا اوجد العلاقه دي في نفس التوقيت، ان انا اخلي المبيض في مكان مناسب او ملائم او بجوار الانبوبه وبجوار الاهداف بتاعتها بحيث تتم القصه دي بشكل سلس. تخرج البويضه بتلاقي في حضن الشراشيب بتاعه الانبوبه بحيث تقدر تلتقطها بشكل جيد ويحصل حمل بشكل سريع. الفرق من الاشعه بالصبغه انها فقط بتقول لي اذا كانت الدنيا سالكه او لا، وبتشير لوجود التصاقات احتمال بنسبه كبيره، انما المنظار احنا بنفضل المنظار عن الاشعه بالصبغه لان هو بالنسبه لنا وسيله تشخيص زي الاشعه بالصبغه ووسيله علاجيه في نفس التوقيت. لو لقينا ما يعوق الحمل زي التصاق او غير التصاق ممكن ان احنا برضه بنخش نتدخل نفك التصاقات الموجوده، وبرضه وارد قوي ان احنا نشخص حاجات ثانيه ليها علاقه بتاخر الحمل زي البطانه المهاجره. سمحنا لنا قبل كده البطانه المهاجره هي تجويف الرحم، الانسجه المبطنه لتجويف الرحم بتتواجد في مكان خارج المكان الطبيعي بتاعها. فبالتالي بتحصل دوره من الانسجه دي، ولكن هذه الدوره بتكون بتتجمع داخل تجويف الرحم، داخل تجويف الحوض نفسه، بتتجمع داخل المبيض فبتديني اكياس دمويه داخل المبيض. دي نفسها بتعوق بتسبب الام عنيفه جدا، الام اثناء الدوره والام اثناء العلاقه بين الزوج والزوجه، وبتسبب في تدمير او تقلل كفاءه المبيض في نفس التوقيت. يعني لما يحصل في نسف شهري في داخل انسجه المبيض نفسه، هذه المواد الموجوده بتبدا تدمر لي انسجه المبيض الحيه الكويسه، وفي نفس الوقت بتقلل كفاءه المبيض، وفي نفس الوقت حتى البويضات اللي بتخرج بكفاءه غير يعني كفاءه منقوصه او ما عندهاش قدره على الاخصاب جيد. من البويضات اللي بتخرج من المبيض اللي هو في بطانه مهاجره بتبقى تبويض غير جيد غالبا. فبالتالي ده الفرق بين المنظار البطن وبين الاشعه بالصبغه، وبين احنا لو حصل تاخر في الحمل معانا ممكن احنا نعمل اشعه بالصبغه. لو الامور كويسه وتاخرنا 3 شهور، الاشعه بالصبغه كويسه وتاخرنا 3 شهور ما حصلش حمل، وارد ان احنا نخش بمنظار بحيث نتعامل لو في التصاقات نفكها وناكد ان الاجيب سهل كان كويسه. ده بالنسبه لام محمد. حدوث اجهاض معاها مره في الثلاث شهور، طبعا ده ما يقلقنيش قوي ان وارد قوي بنسبه كبيره قوي يبقى التصاقات دي نتيجه الاجهاض اللي حصل، يكون اجهاض تلقائي نتيجه عيب كروموزومات موجود في البويضه، وتبدا تكراره هيبقى قليل او نادر. انما لابد ان احنا برضو نجري بعض الفحوصات اللي خاصه بالاجهاض زي الحاجات اللي هي بتسبب لي تقلص اعلى في الدم، فبالتالي نبدا نشوف اذا كانت موجوده او لا، بحيث ان احنا ممكن ندي بعض الادويه اللي هي بتحسن السيوله بتاعت الدم بحيث يروح دم اكتر للرحم بحيث يبدا غذاء اكتر للبيبي بحيث نضمن نمو احسن للجنين. فده اللي بيلفت نظرنا في موضوع الاجهاض، ان هو نبدا نعمل بالمره التحاليل الخاصه بالاجهاض بحيث ان احنا لو اكتشفنا حاجه ممكن ندي علاج مبكر مع بدايه اي حمل بحيث نتلاشى الاجهاض مره ثانيه. ده بالنسبه ام محمد. وهنرجع لموضوعنا، احنا قلنا برضو فيلم الحقن المجهري هنمثله بالفيلم. الفيلم دوت ليه ممثلين، الممثلين دول لهم ادوار، كل ما يكون الادوار دي ادائها جيد كل ما يكون نسبه نجاح الفيلم اجمل واكتر واحسن. فبالتالي كل ما يكون الممثلين بتوع الحقن المجهري ليهم دور جيد في الاداء، كل ما يكون نسبه النجاح اعلى، كل ما يكون نسبه الحمل اعلى، كل ما يكون نسبه اخدان الام لجنين او لبيبي تروح بيبتها كل ما يكون دوت نسبته اعلى. الاداء قلنا بالنسبه للاب وبالنسبه للام وبالنسبه للدكتور، الاب ليه دور اساسي جدا. لو هو ارجو ان هو لو كان بيدخن يبدا يبتعد عن التدخين، وقلنا السيجاره الواحده فيها حوالي 200 ماده سامه قادره ان هي تبدا تعمل لي او تشكل في تكوين حوايا منوي، حتى لو كان الشكل الظاهري بتاعه جيد لكن اداؤه بيكون اداء غير طبيعي، ويكون حتى اداؤه او قدرته على الاخصاب هتكون قدره منقوصه، وبالتالي تكوين جنين عن طريقه ممكن يكون الجنين غير جيد وبالتالي نسبة اجهاض اعلى او عدم حدوث حمله من بابه. فبالتالي احنا بنهمس في اذن كل اب ان لو سمحت لو حد مدخن يا ريت تساعدنا
في 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 زياده نسبه نجاح الحمل عن طريق تركك للسيجاره. تركك للسيجاره ده امر حيوي جدا بالنسبه لنا، امر هيمثل ارتفاع نسبه الحمل. لو حضرتك سبت سيجارتك هتبقى الامور احسن كتير. برضو بالنسبه للاب، السائل المنوي بتاعه في منتهى الاهميه بالنسبه لنا، ده بيشكل 50% من المواد الخام اللي احنا بنخش بيها، 50% من الزوجه البويضه، 50% من الجزء الثاني والحيوي المنوي. بالتالي الاهتمام بالحيوي المنوي بتاعه هيبقى في منتهى الاهميه، ان هو يا ريت برضه نبقى مراجعه التحليل السائل المنوي قبل ما نخش موضوع الحقن المعجري. طبعا اي طبيب هيبدا يعمل تشيك، انما برضه الاب يحط في دماغه ان هو مراجع السائل المنوي، كل ما تكون الحركه معقوله او احسن، كل ما تكون العدد جيد، كل ما يكون هيبقى عندنا قدره احسن على وجود نتائج جيده للحقن المجهري. التحليل بتاع السائل المنوي انسب ان هو يتعمل في معمل الاجنه، لان احنا برضو لينا نظره غير المعامل العاديه، لينا نظره عن الحركه وعن الاشكال الغير عاديه وعن نسبه الاشكال الغير عاديه، دي بتقاس بشكل اكثر دقه شويه في المعامل بتاعه الحقن المجهري. فبالتالي احنا بنفضل ان احنا نراجع سائل المنوي بتاع الزوج في معاملنا، انسب كتير جدا من حتى بنسترشد بالارقام من المعامل الخارجيه، ولكن بنفضل يعمل تحليل في المعمل اللي هو هيبدا يجري فيه الحقن المجهري، بحيث دكتور المعمل يبقى عنده نظره فاحصه اذا كان في مشاكل معينه محتاجه علاج قبل ما نبدا نخش نشتغل، او اذا كان تعديل بعض بعض البارامترز الموجوده كحركة أو كعدد. برضو دكتور المعمل الأجنة ليه نظرة، بحيث بيبلغ دكتور النساء اللي هو مشرف على عملية أداء الحقن المجهري على لبعض ملحوظات مهمة بالنسبة للسائل المنوي بتاع الزوج. ده بالنسبة للزوج باختصار. برضو عنصر الزوجة مهم جدا بالنسبة لنا، الزوجة بناخد منها البويضة بعد التنشيط، بعد دور التنشيط، ولكن ده يسبقه ان برضه الزوجه عليها دور قبل ما تخش في دوره الحقن المجهري، ان الزوجه اللي هي ذات وزن زياده يا ريت قوي قبل ما تبدا ان احنا نخوض في موضوع الرحله بتاعت الحقن المجهري نبدا مراجعه الوزن. زي ما احنا قلنا جاوبنا في السؤال الاولاني، مراجعه الوزن هتبقى عن طريق طبيب العلاج الطبيعي، ان هو بيبدا ينظم الوجبات بتاعتها، يبدا ان هو يقلل كم الاكل الداخل بالنسبه لها، ويزود المجهود، ده باختصار شديد جدا، يزود المجهود المؤدى عن طريقها، بحيث يبدا يديني وزن افضل. برضه عن طريق بعض الادويه، عن طريق بعض الاجهزه زي اجهزه الكافيتيشن، زي اللي بتبدا تقلل كم الشحمه والدهن اللي في بعض المناطق، ده كله بيشكل ان نقلل في وزننا الاجمالي، فبالتالي هيبقى انا عندي قدره على التبويض احسن. عندي قدره على اخراج بويضات بعدد افضل ونوعيه احسن، فبالتالي دوت هيعلي نسبه النجاح بالنسبه لنا، هيعلي نسبه النجاح بالنسبه لنا، فده بالنسبه لنا مهم جدا. ده بالنسبه للام وبالنسبه لوزنها. هستاذن حضراتكم في فاصل قصير ونعاود المناقشه مع بعضنا، اتفضلوا. مركز الدكتور فهمي أحمد رمضان، وحدة لأمراض النساء والتوليد، سونار رباعي الأبعاد، الليزر لاختيار نوع الجنين، حضانات لحديث الولادة، أجنحة فندقية مكيفة، وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة منظار البطن والرحم. للحجز والاستعلام مركز حواء الطبي حلمية الزيتون، اتصل على 012-40-400-456 أو 022-63-76-547. مستشفى دكتور فهمي بالمطرية، 022-25-160-35 أو 011-500-966-27. معانا حلمك هيتحقق.
اهلا بحضراتكم. ريانا بعد الفاصل وبنكمل كلامنا عن الـ 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 الفيلم بتاع الحقن المجهري، وقلنا ان هو الفيلم دوت ليه ممثلين، الممثلين دول لهم ادوار، كل ما يكون الاداء التمثيلي او الاداء الوظيفي او كل وقت ادى دور بشكل جيد، كل ما يكون نتائجنا احسن كحمل، كل ما يكون ادائنا احسن كحمل، كل ما يكون نتائجنا افضل كتير. قلنا الام الوزن الزايد بيشكل مشكله بالنسبه لحدوث الحمل او التبويض، فبالتالي او الجرعات، حتى الجرعات اللي احنا كل ما الجرعه بتتناسب مع الوزن، كل ما يكون الوزن اعلى كل ما يكون الجرعه اعلى، فبالتالي انا بوفر بقلل وزني، بقلل جرعات الادويه، بقلل كم الماديات المستهلكه، بتبقى ظروفنا احسن في كلا الحالات. مع حدوث حمل مع الوزن المتوسط او المناسب بيبقى برضو ظروف الحمل لا شك انها تكون احسن واكثر جو واكثر نتيجه احسن من الوزن الزايد. الوزن بايد الام زي ما احنا قلنا مع اي حد علاج طبيعي بتبدا ان هي تراجع وزنها قبل ما تبدا تخش دوره الحقن المجهري. برضو لا شك ان الادويه اللي بتكتب عن طريق الدكتور لابد ان تؤخذ بانتظام، الجرعات بشكل منتظم في اوقات منتظمه، الحفاظ على الـ على الـ على الـ على النظام الادويه مهم جدا بالنسبه لنا، عدم النسيان. احيانا تلاقي ايه سيده فرقعت شو من الايام ما خدتش كده بابتسامه غير عاديه، بتغيظ الواحد قوي وهي مش فاهمه ان دوت هياثر على كم او كفاءه التبويض، فبالتالي معنى كفاءه التبويض تتاثر معنى كده ان احنا برضو القدرة على الإخصاء تتأثر، معنى كده نسبة الحمل تتأثر، يعني بتبقى الموضوع مش لطيف شوية إن إحنا ما نلتزمش بأدوية بمواعيد أو بترتيب أخذ دواء. هنرجع بقى المايسترو بتاع اللعبة دي، هو الطبيب أمراض النساء أو الطبيب المختص بالحقن المجهري. هو المايسترو في اللعبه دي، هو عليه دور اساسي جدا، هو دوره ممكن يكون دور نفسي اصلا، ان هو يبدا ان هو يعني يعيش الموقف مع الناس، يبدا ان هو مع الزوج والزوجه، يبدا ان هو يشرح القصه بشكل جيد، احنا هنعمل ايه بالتدريج. المناقشه او الكاونسلنج او الدردشه مع الاب والام بيديهم صوره اوضح، حتى المناقشه في النتائج بلا حرج وبلا خجل ان احنا ما عندناش 100%، لا عندنا 100% ده في مصر ولا في دول اوروبيه ولا في امريكا، ما فيش حد عنده 100%، فبالتالي المصارحه مع الاب والام ان احنا ما عندناش 100% ولكن عندنا نتائج الى حد ما مقبوله. النتائج دي متوقفه على الاداء بتاع الاب والاداء بتاع الام، النتائج دي متوقفه اولا واخيرا على نصيبنا في الجزئيه دي، يعني مش كل واحد هعمل له حقن مجهري لا هيطلع بعيل، مش هيبقى الكلام مش صح. فبالتالي الدردشه في الجزئيه دي بصراحه بعض الناس العنصر السن متوقف على كل ما يكون السن قليل او كل ما يكون السن انسب كل ما تكون النتائج احسن. برضو هنا بنقول بالنسبه للاب والام دور في موضوع الحقن المجهري اللي هو التوقيت، يعني زوجه 20 سنه وحاجه 20 سنه وزوج قرب 30، وبعدين يبدا ان احنا تم الاكتشاف ان احنا ما عندناش نسبه حمل بشكل طبيعي سنه واثنين، ملوش لازمه ان انا استنى نصيبي سنوات طويله مفتوحه 7 8 سنين و10 سنين اصله مستني نصيبه، لا ما حدش قال يستنى نصيبه بالمنظر ده. لما تاخد قرار او تسمع من اطباء واحد واثنين ان احنا عندنا مشكله والانتظار ملوش معنى، تبدا انك انت تستنى للزوجه فترات طويله لحد ما تبدا تدخلها في سن شويه حرج، تبويض سنه فيه اقل، اخصاب سنه فيه اقل، يبقى انت نتائج اقل في نفس الوقت. فبالتالي احنا برضو بنهمس في اذن كل زوج وزوجه، لو انتوا ظروفكم الطبيه غير مواتية لحدوث حمل تلقائي، برجاء ان احنا نبدأ ناخد قرار شجاع ان احنا نبدأ نمشي في قصة الحقن المجهري. التأخير معناه والتقدم في السن، في العشرينات نسبة نجاحنا عالية، الثلاثينات لحد 35 تبقى الدنيا متوسطة نسبيا،
لحد ال 40 بتبدأ توصل يعني من 70% تقريبا، من 60-70% من العشرينات توصل قرب ال 10% فوق الأربعينات. طب أنا ليه بلعب بالنسبة دي كلها؟ يعني كنت قرب ال 70 أو 60% تقريبا معايا، وليه أبدأ أنزل لحد 10%؟ معنى كده كل ما سني يتقدم كل ما قدرتي، كل ما يكون مخزون المبيض ممكن يتأثر، كل ما يكون قدرتي على الإخصاب وحدوث حمل هيبدأ يقل معايا. فبالتالي رجاء الشجاعة في القرار أو الشجاعة في توقيته في نفس الوقت، أو أخذان القرار في توقيت مناسب، إن إحنا لو الأمور مضطرين لأداء عملية الحمل الجهري لابد إن إحنا ناخد القرار بشجاعة في التوقيت المناسب. عارف الدنيا الموضوع مكلف ماديا، ده برضو ما يمنعش ان احنا في نفس التوقيت بنبدا نرتب امورنا بشكل او باخر، نتخير اي مكان يتناسب مع مادياتنا، مفيش حرج ان في اماكن خاصه سعرها اعلى شويه، في اماكن حكوميه سعرها اقل شويه، اتخير اي مكان يناسبني، ولكن السرعه في الاداء او السرعه في تنفيذ الجزئيه دي مهم جدا، متوقف عليه حدوث نسبه حمل بشكل اعلى في السن الصغير. قلنا الطبيب عليه دور اساسي اللي هو نمره واحد، اللي هو الكونسلنج او الدردشه او المناقشه او شرح الموقف بالنسبه للاب والام، واذا كان عندهم مشاكل ممكن بتؤدي الى انخفاض نسبه النجاح نسبيا، زي التكيس المبيض من الحاجات السخيفه جدا اللي ممكن بتقابلنا. ليه؟ لان هو التكيس المبيض دوت ممكن قوي ابص نفوجئ ان احنا طلعنا عدد كبير جدا من البيضات ودخلنا في مشكله احيانا من تنشيط المبيض. احيانا بيبقى في استجابه مفرطه مع تكيس المبيض، دخلنا في مشكله. الست اللي عندها تكيس مبيض برضه بنشرح لها انك انت معاكي تكيس مبيض، فبالتالي ممكن يكون في مشكله استجابه مفرطه مع التنشيط، ونطلع بيضات كتيره ونبدا ممكن او نكنسل او نلغي الدوره. لما نيجي نلغي لمصلحتك ما نزعلش، ان دوت هيبقى بنفوجئ او احنا مش مفاجئ ولكن بنتوقع في تكيس المبيض ممكن يحصل مشكله بالمنظر ده. فلما نلجي ما نزعلش، نلجي عشان نبدا نعيد مره ثانيه باداء ثاني بحيث نحصل على تبويض اكثر هدوء شويه. برضه كيس المبيض من الحاجات السخيفه جدا، ممكن قوي تلاقي بويضات كثيره جدا وتيجي تسحب تلاقي كفاءه قليله او بويضات فاضيه كثير جدا، وده احنا ما بنعرفوش، بنعرفه المعمل اللي بيقول لنا عليه. يعني احنا بالسونار بنشوف مبيض نشط في حويصلات كثيره، بنبقى المنظر شكله كويس، ولكن احنا ما بنعرفش ان هذه الحويصله المفروض يبقى جواها بويضه انا ما بشوفهاش، اللي بيشوفها هو دكتور المعمل. بنسحب هذا السائل ونبدا ان احنا نبدا نديه لدكتور المعمل، هو بيبدا يفحصه ويرد عليه في نفس التوقيت واحنا في العمليات ان في بويضه او ما فيش. ممكن في بعض الحالات بتلاقي كتير جدا من الحويصلات فاضيه، في سائل كتير ولكن ما فيش بويضه جوه هذا الحويصله. برضو الشرح بالنسبه للزوج والزوجه بحيث ما نفاجئش بحاجه زي كده، او هم ما يفاجئوش بحاجه زي كده، ده وارد من المشاكل اللي ممكن تحصل، فبالتالي لما احنا نشرح لهم تبقى الامور اكثر وضوح شويه معاهم. برضو بالنسبه للدردشه المهمه بالنسبه لنا في حالات البطانه المهاجره، برضو موضوع مهم قوي بالنسبه لنا. في حالات البطانه المهاجره زي ما احنا قلنا قبل كده، ان احنا قلنا ان الرحم دوت جزء زي الكوميترايا مجوفه مبطنه بالنسيج، وجود النسيج ده خارج مكانه الاساسي بنسميه بطانه مهاجره. طب اتصل وارجع لحضراتكم تاني. ازي احمد معايا؟ احمد اتفضل. يا احمد معايا. انا دكتور متجوز بقالي سنه بالظبط كده. متجوز بقالك سنه يا احمد؟ انا متجوز بقالي سنه يا دكتور. ايوه حبيبي. ايوه ولسه ما حصلش اي فرصه حمل خالص للمدام. ايوه. عملت التحاليل بتاعتي لسه كويسه الحمد لله. كويس. وعملت التحاليل بتاعت الزوجه بتاعت الهرمونات كلها كويسه برضه. كويس. بس بسرعه لما ما فيش علامه استمرار قال لها انت عندك نسبه كويسات. وانا هي بتقعد سبوفاش كلوفاش الشام دور في اليوم ثلاث مرات، بس الدور بتاعتها مش منتظمه. احمد كنا عملنا اشعه بالصفا او منظار يا احمد؟ لا لا مش اي حاجه. الدكتور قال لي انت مش محتاج لا انت مش محتاج، انت تحيس امانه وخلصنا. اوكي. بالنسبه للزوجه مش محتاجه. الزوجه مش محتاجه؟
قال لك لا مش محتاج، قال لي بس انت تمشي على البشام دوت وده كم نوع البشام بتاع كلوميد وحاجات منشطه المبايض، بس قال لي بس تابع على كده. احمد يعني دلوقتي ما فيش اي حاجه خاصه بيه احمد، ما عملناش اشعه بالصبع يا احمد او منظار بطن للزوجه؟ لا اصل منظار وعملت سونار، بس سونار بس امان. طيب حاضر يا احمد. طيب وعملت تبع التبويض كل شهر بعمل صوره تبويض، بس ماشي الدوره بتاعتها بتتاخر. ساعات الجله نظام نقط. ساعات يعني ممكن تجي لها نقط وبعدها كان باسبوعين تيجي نقط تاني، يعني مش عارف دي دوره ولا ايه بالظبط مش عارف. ايوه ايوه. الدكتور قام اداني على بشام عشان ينزل الدوره بتاعتها، وقال لي تابع معايا تاني من الدوره بقى، عارف قال لي انا عامل لك هديك حوار ليت طال شفت التبويض، انا دلوقتي مش عارف احمد احمد تقريبا بقى. الزوجه سنها قد ايه وزنها قد ايه؟ وزن الزوجه وسنها؟ الزوجة 20 سنة، الوزن 70. اه 70. ماشي ماشي يا احمد. حاضر يا احمد حاضر. شكرا حضرتك. ماشي اتفضل يا احمد. طيب هنجاوب على احمد بسرعة ونرجع بعد كده لموضوعنا الأساسي. بالنسبة لأحمد بيقول إن هو متجوز من سنة، تحليل المنوي بتاعه كويس. بالنسبة للزوجة هي 70 كيلو الوزن، ده حاجة كويسة، وعملت هرمونات طلع إنه في نسبة تكيس موجودة. احنا قلنا طبعا التكيس هيتشخص بالهرمون بالمعمل، وتشخص بالسونار، وتشخص بالحاله الطبيه بتاعت السيده نفسها، مدى 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 انتظام دورتها، ومهم قوي بالنسبه لنا، وشكل الميبت بالسونار، ومعدلات الهرمون اللي هو النسب بين الاف اس اتش والال اتش، دول مهمين بالنسبه لنا. احمد ما عملش حاجه مهمه قوي اللي هي موضوع الانابيب. احنا ما نعرفش، يعني احنا بنقول قرب ما يعدي سنه بالنسبه للزوج والزوجه المفروض ان احنا بنتفحص الزوج والزوجه في نفس التوقيت. بنقول ان هو موضوع الانابيب احنا ما بنشوفهاش الا بجزئيتين، جزئيه الاشعه بالصبغه ودي متاحه وسهله ومفيش فيها مشكله، وبتبين الموضوع الانابيب سالكه او مش سالكه، والطريقه اللي هي الطف او احسن احنا نفضلها كتير اللي هو موضوع المنظار. عيب ان احنا بنخش اوضه عمليات وبنخش بناخد تخدير، فده يعني عدم الارتياح شويه، انما هو دي وسيله بتبقى بالنسبه لنا اكثر وضوح واكثر دقه في التشخيص وهنتصرف ازاي. انها بتقول لي اذا كانت انابيب سالكه او مش سالكه، شكل الاهداب اذا كانت الاهداب دي جيده ولا مش جيده، شكلها صحي او شكلها تعبانه شويه، بيبان بالمنظر المنظر بالمنظار الاهداب دي اخبارها ايه. برضو بيبان الحوض نفسه اذا كان فيه بطانه مهاجره او ما فيش بطانه مهاجره، بيبان اذا كان فيه التصاقات او لا. عندنا قدره تشخيص نفاذيه الانبوبه، وفي نفس الوقت قدره للتعامل مع البطانه المهاجره لو احنا ممكن لو عندنا كيس دموي ناتج عن وجود البطانه المهاجره داخل المبيض، بنبدا ان احنا نقشر هذا الكيس ونشيله، بالتالي ان احنا بنمنع تدمير بقيه المبيض بهذا الكيس الدموي. برضو لو في التصاقات في الحوض ممكن تتفك بشكل جيد، زي ما احنا قلنا برضو في اول حلقه ان احنا ممكن نجيب المبيض، بيبقى المبيض هيبقى مع نفس الاكسس او مع نفس المسار بتاع الاهداب بتاعت الانبوبه، بحيث يتم متقابلين لبعضهم الاهداب متقابله مع المبيض، فبالتالي هيبقى الامور انسب ان هو الاهداب تبدا تلتقط البويضه بشكل جيد. الحاجات دي مهمه جدا في المنظار، الحاجات دي ما اقدرش ان انا ابدا ان انا اقول والله الست كويسه قوي الا بعد القصه دي. واحد بقاله سنه متجوز، هنبدا بقى السيناريو المتبع اللي احنا بنسمعه، والله اخذنا تنشيط. طب وبعدين يعني باخد تنشيط ليه؟ انا هاخد تنشيط لما احس ان المبيض محتاج، وفي نفس الوقت ما اقدرش انشط لما احس الدنيا سالكه، يعني البويضه اللي خرجت دي تلاقي سكه تخرج منها تخش عن طريق الاهداب، عن طريق الانبوبه، عن طريق الرحم، بحيث تقابل الحمل المنوي يبدا يحصل اخصاب ويحصل حمل. انما التنشيط المتكرر وبعضهم يعلي درجه التنشيط من اقراص لحقن مكلفه وحقن غاليه، وانا ما عنديش فكره عن الانابيب، لا هنا في جزئيه ناقصه المفروض ان هي تكتمل، اللي هو الانابيب اخبارها ايه. يعني لو الزوج كويس التكيس ممكن يتعالج عن طريق بعض الادويه، لابد من وجود الاختبار الانابيب بحيث نتاكد ان الدنيا سالكه معانا.
فده بالنسبه لاحمد. اذا في جزئيه مفقوده اللي هو موضوع الانابيب عن طريق الاشعه بالسبع او عن طريق المنظار، ايهم متاح في المكان اللي انت موجود فيه؟ ولكن نفضل المنظار. المنظار ليه قدره على تدخل اكتر وليه قدره على العلاج اكتر وليه قدره على التعامل مع التكيس في بعض الحالات. ده بالنسبه لاحمد. هنرجع للمايسترو بتاعنا بتاع فيلم الحاد المجهري اللي هو الدكتور، ونرجع للدور الاساسي بالنسبه له، ونرجع زي ما احنا قلنا قبل كده ان الزوج والزوجه ليهم دور مهم جدا، منها اخذان القرار في التوقيت المناسب لعمل الحاد المجهري وعدم التاجيل وعدم انتظار الحظ او الرزق او المفروض ناخد بالاسباب ونبدا نبقى جادين في التعامل مع المشكله اللي احنا بنقابلها. ما نقولش والله لما ربنا هيريد هيبقى، لا ماشي ما ربنا هيريد، ولكن في علم متاح بالنسبه لنا لابد ان هو يستعمل ولابد ان احنا نسخره لحل مشاكلنا. ما تبقاش واحده في العشرينات تستنى لحد ما تقرب على الاربعينات وتقول انا فكرت بقى خلاص بقى تقريبا عايزه اشوف وسيله عشان ابدا يحصل حمل، بتزنق نفسها وبتزنق الدكتور معاها في نفس التوقيت. بنرجع برضو لدور الدكتور انه ان ان الدردشه مهمه جدا مع كل من الزوج والزوجه بنسب النجاح. الدردشه باحتمال الكنسله او نلغي في بعض المشاكل اللي ممكن تحصل. هاخد منها وارجع لحضراتكم. استاذه منى معانا؟ منى؟ ايوه اتفضلي يا منى. ايوه يا دكتور لو سمحت، انا كان عندي طفل داون وانا عندي 35 سنه. ايوه منى. وخايفه اتعرض للموضوع ده ثاني، من فضلك ايه التحاليل او الفحوصات اللي ممكن اعملها؟ منى انت بالك قديم متجوزه؟ هو اتوفى على فكره. البقاء لله يا منى. منى بالك قديم متجوزه يا منى؟ ربنا يخليك يا دكتور. منى بالك قديم متجوزه؟ نعم؟ تسع سنين يا دكتور. مخلفه كم مره يا منى؟ مخلفه كم مره يا منى؟ عندي ولد وبنتين. ولد وبنتين، والحمد لله دول كويسين. الحمد لله يا دكتور ما فيهمش أي حاجة وأذكياء جدا. طيب خير، إن شاء الله خير. طيب ربنا عوضك على اللي حصل، وبرضه هندي فرصة هندي برضه فرصة للناس المشاهدين. موضوع الطفل داون، الطفل ده بيبقى فيه عيب كروموزومز موجود في بعض الكروموزومات بتاعته، بتبقى مش بنفس النسق الطبيعي. كل ما يزيد السن بتاع الام كل ما يبقى نسبة المشاكل دي تعلى شوية. حدوث الداون سندروم او الطفل اللي هو داون بيبقى او بنسميه المنغولي، بيبقى شعره ناعم شوية وحواجبه بشكل معين كده، بيبقى نسبة ذكاء اقل نسبيا. ده نسبة حدوثه ما هيش متكررة قوي، نسبة تكرارها مع الام تاني مش 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 واردة بنسبة عالية. التشخيص بتاعه بيبقى مع حدوث الحمل بنبدا ان احنا نخش ناخد جزء من السائل الامنيوسي ويتحول، هو السائل هو بيبقى محاط بالجنين عند بين 10 12 اسبوع، يعني قرب الشهر الثالث تقريبا بيبدا يتكون. بنبدا ناخد عينه من السائل الامنيوسي عن طريق بعض السنترز وتبدا تتحلل عن طريق معامل الكروموزومات، في معامل خاصه كده للجزئيه دي، ويبدا ان احنا ندرس هذه الكروموزومز. لو الدنيا الكروموزوم دي سليمه يبقى انا عندي طفل سليم، لو الكروموزوم فيه مشكله يبقى انا متوقع حدوث طفل فيه مشكله. فالتشخيص بيبقى عن طريق مع حدوث الحمل واخدان نسبه من السائل الامنيوسي، ونبدا ان احنا تتفرد وتبدا تتحلل ونشوف هل في كروموزومات فيها مشكله او لا. ده بالنسبه لمدام منى. بسرعه بنقول ملخص الحلقه بتاعت النهارده، هي الحان المجري عباره عن فيلم، فيلم ده ليه ابطال، البطل الزوج بياخد دور، الزوجه بتاخد دور، الدكتور بياخد دور. الزوجه موضوع وزنها، موضوع سمعان الكلام في العلاج مهم، الزوج موضوع التدخين، موضوع مراجعه سائل المنوى بتاعته مهم. المايسترو الكبير في القصه دي هو الدكتور، الدكتور مفروض عليه عبء كبير جدا في موضوع اتخاذ البروتوكول المناسب، يدي دواء